عبيد المزروعي، تهانينا للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر. شوطنا الرابع عشر ما قبل ختام أشواط الانتاج أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة في هذه اللحظات. ما شاء الله، نسير مع الصدارة وتقدم مع المركز الأول وصدارة هذه الأسماء في هذه اللحظات. نتابع الصدارة والمقدمة، شعار يأتينا على المركز الأول في هذه اللحظات. شعار بن بيشان على ما ظن ينطلق بمقدمة هذه الأسماء، مقدمة هذه الشعارات على المركز الأول والصدارة. نجاح بيشان بن محمد بن فهيد العجمي يقدم نجاح المركز الأول. المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات النصيبة لسالم بن حمد بن محمد العامري على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات تدخل مشاهدينا متابعينا الكرام والتسلل من الأسماء على المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات. هذه لمحة لسالم بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري والمركز الثالث. خير العلي بن عبيد بن محمد الراشدي والمركز الرابع. المركز الرابع أغادير محمد بن حارب بن سالم الدرعي القادم من القوع ما شاء الله وميدان الرقيعات. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات قدوم من النصيبة على المركز الخامس لسالم بن حمد بن محمد العامري، والمركز السادس الضبي لأحمد بن مبارك بن شعهور العامري، والمركز السابع هذه لوصلتنا وشعار عبد الله بن سالم بن رملي العامري. ما شاء الله، كذلك وصول من قبل القادمة على المركز الثامن الضبي لمسلم بن رملي بن محمد العامري، والمركز التاسع هذه اللي وصلت ملغوثة لسيب بن عوض بن رشاش البلوشي ما شاء الله. والمركز العاشر نختم ندانا الأول مع في هذه اللحظات جملاد القادمة لعلي بن يمعة بن سبت السويدي. هكذا هي النتيجة، ها هو ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المقتحمة عالم الإعلام. نتابع الشعارات القادمة في الكادر السفلي، عودة مع الصدارة، عودة مع القيادة، عودة مع المقدمة. النصيبة غيرت على المركز الأول. النصيبة لسالم بن حمد بن محمد العامري بالرملي القادم مع الضبي من الجانب الآخر مسلم بالرملي بن محمد العامري. ما شاء الله، ثنائية في هذه اللحظات ما بين النصيبة والضبي 1200 يصلنا عن خط النهاية. نتابع في هذه اللحظات القادمة على المركز الثالث الزينة القادمة في هذه اللحظات عبد الله بن سالم بالرملي العامري. ما شاء الله، مقدما هذه الانطلاقات. المركز الرابع ذيبة، أول نداء للذيبة مطر بن محمد بن علي المنصوري قادما مع الذيبة. كذلك وصول من ظن سيب بن فالح بن راشد الشامسي قادم مقدما ظن مع هذه الانطلاقات. ونود عبد الله بن سهيل بالأسود العامري. ما شاء الله، كل الأسماء قادمة، عودة مع البداية بالرملي على المركز الأول. روح
روح يا برملي اللحظات الأخيرة كل الأسماء قادمة الست متر الأخيرة هنا بهذه اللحظات دايما تحمل التحدي الذيبة 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 ما شاء الله وظن سيب فالح براشد الشمسي ولكن شوف القادمة المتسللة نشوى خريفة بضبيب بن سليمان الشمسي نشوى نشوى على المركز الأول بضبيب على الصدارة أحد القادمين من مدينة العين ما شاء الله هنا القادم بوسعيد مقدما انطلاقات نشوى نشوى وهي نشوى نشوى على الصدارة نشوى على المقدمة سلام سلام عليكم يا أهل العين يا مدينة الزين يا من تقدمون ما شاء الله كل جديد في عالم سباقات الهجنة هنا بهذه اللحظات نشوى خليبة بالضبيب بن سليمان الشامسي تهانينا والناموس للمركز الثاني المركز الثاني مقاليد لزايد بن محسن بن علي بن ديلة والمركز الثالث المركز الثالث نود لعبد الله بن سيل بالأسود العمري والمركز الرابع شواهين لسيف بن منصور بن سيف المنصوري والمركز الخامس المركز الخامس المركز الخامس خطاك الشر لعبد الله بن شلويح بن مطر المنصوري خمس دقائق خمسين ثانية وخمس أجزاء من الثانية ما شاء الله نشوة وهي نشوة خليفة بضبيب سليمان الشامسي تهانينا والناموس لهالمدينة العين المركز الثاني بن ديلة زايد بن محسن بن علي بن ديلة مقاليد توقيتها الزمني خمس دقائق واحد وخمسين ثلاث أجزاء من الثانية والمركز الثالث المركز الثالث نود لعبد الله بن سلب الأسود العامري توقيتها الزمني خمس دقائق واحد وخمسين أربع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس